تحسبا لوصول المنتخب الوطني الجزائري إلى أرض الوطن بعد فوزه بالكأس العربية، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مصالح أمن ولاية الجزائر مخطط أمني خاص لتأمين هذه الاحتفالات من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية على طول الطريق الذي يمر من المطار إلى غاية الجزائر الوسط، وهذا لتأمين المواطنين الذين يقومون بالاحتفالات. كما تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى تفادي التصرفات السلبية كالمناورات الخطيرة أو استعمال المفرقعات خلال الاحتفالات، وتبقى الأرقام الخضراء 1548 وخط نجدة 17 تحت تصرف المواطنين في حالة أي طارئ.